شهدت الأمم المتحدة الاثنين على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2019 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، شهدت اجتماعا لقيادات الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في العالم بتنظيم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. المملكة العربية السعودية شاركت بوفد رفيع المستوى في هذا الاجتماع الهام الذي يستمر على مدى يومين كاملين. طلال الحاج من هناك. الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بدأت أعمالها الاثنين بمشاركة رفيعة من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. المملكة العربية السعودية ترأس وفدها رئيس ديوان المراقبة العامة في المملكة والمندوب الدائم لها لدى المنظمة الدولية، وإلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، شاركت الدول الأعضاء جميعها في الاجتماع وفي مقدمتها المملكة. تهدف هذه المنظمة لتطوير أداء الرقابة العامة على الأداء الحكومي، وأضيفت إليها مهام متابعة مراقبة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في دول العالم. والمملكة العربية السعودية تؤدي دورا خاصا في هذا المجال لأنها تكفلت بإعداد عدد من المؤشرات الدولية ومتابعتها والإشراف عليها. ديوان المراقبة العامة في المملكة نظم في شهر مايو الماضي ندوة دولية لأجهزة الرقابة المالية في العالم، فهل تلعب مخرجات تلك الندوة دورا في الاجتماعات الدولية مثل اجتماع نيويورك هذا؟ ما في شك، الندوة خرجت بثلاث توصيات هامة أوجدت لديوان المراقبة العامة دور في تنفيذ إجراءات الرقابية على أهداف التنمية المستدامة، وهذه التوصيات أقرت بموافقة سامية. لا يوجد اثنان يختلفان على أهمية دور أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة في العالم، وذلك للحفاظ على الموارد والمحافظة على المال العام، ولكن دورها أصبح الآن محوريا لضمان نجاح تطبيق رؤية 2030 سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. من الأمم المتحدة، طلال حاج، العربية، نيويورك.